أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن الدورة الرمضانية شهدت متابعة حثيثة من قبل حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى منذ انطلاقتها في عام 2007، مشيرا إلى أن دعم واهتمام جلالته كان الأساس المتين للنجاحات التي تحققت لهذه الدورة والتي جاءت متوافقة مع توجيهات ورؤية جلالته في توفير منصات شبابية وبرامج متنوعة قادرة على استقطاب الشباب وتوجيه طاقاتهم نحو مسيرة البناء والتحديث. جاء ذلك في كلمة ألقاها سموه خلال الحفل الختامي لدورة سموه للألعاب الرياضية ناصر 10، وأضاف سموه أن مسيرة الدورة انطلقت وهي ترمي إلى احتضان الشباب البحريني في بطولة رياضية كروية متميزة يكون الأساس فيها رفض كرة القدم البحرينية بالمواهب القادرة على تمثيل المملكة بصورة مشرفة في مختلف المحافل الكروية. واستمرت الدورة بثبات خلال السنوات ومرت بالعديد من المحطات التطويرية البارزة تمثلت بضم الألعاب الجماعية إليها بجانب كرة القدم ليتحول اسم البطولة إلى دورة ناصر بن حمد للألعاب الرياضية. وأكد سموه أن الدورة تحمل أهدافا نوعية نبيلة لتطوير الحركة الشبابية الرياضية البحرينية، مشيرا إلى أن الدورة أضحت مشروعا وطنيا رياضيا متكاملا. وجدد سموه التأكيد على الاستمرار في تقديم كل ما هو جديد في البطولة، خاصة بعد النجاح الباهر الذي تحقق لها في النسخة 10 بعد أن شهدت أعلى نسبة مشاركة منذ انطلاق الدورة. وقد تفضل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بتكريم الوزارات والمؤسسات الحكومية التي ساهمت في إنجاح مختلف فعاليات الدورة والشركات الراعية، ورئيس اللجنة المنظمة العليا توفيق الصالحي مدير المكتب الإعلامي لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ومركز المعلومات، ورئيس اللجنة الاستشارية السيد عبد الرحمن عسكر الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية. كما كرم سموه رعاة البطولة الأولى لدورة سموه لكرة القدم والفرق الفائزة ببطولة كرة القدم والألعاب المصاحبة.